أخبار اليوم. شكرا. بس في اماكن بتاخد فيها يعني 55 يعني سنه كان الاول يعني مش فاضي. حدينا السوق، عملنا تواجد في السوق الحمد لله رب العالمين. يعني لو استمرنا بالمنظومه دي ان شاء الله الدنيا هتفتح. يفتحوا بعد اذنك يا دكتور. يريحوا ساعتين الاول قبل ما ياكل. اه طبعا يا فندم. ساعتين ثلاث شهور. ده الوحيد. ده هو الوحيد اللي في 47 اللي يعني 47 ده حتى هو ده اللي باخده بس عشان التسليم. العمال اللي هم معايا بيخرجوا من المحافظه، كل واحد بيصرف 100 جنيه شهري من المحافظه على المشروع. محمد صابر عبد العال. اما محمد صابر عبد العال قلنا وسعوا الطريق بعد اذنكم. حاجه نزيه حن نزيه حن حليم حن نزيه استاذ. اسف نزيه.